هاد الوليد عنده تقريبا 9 سنين، طالع 9 سنين، والحجم ديالهم كيتزاد، ما والو، ضعيف ديما، الدواء وشال من معاناه من داير معاه. المشكل ديالو كان مزيان، زاد مزيان شويه، هو الحق عامين ما زادش عاد حدينا فيه، ومن تما كاين الان انا غادي معاه، محن معاه بزاف، وعارف الكبده كيفاش دايره. هذا ما ندوزوش، وانا كبرت وبديت كذا، كنت انا مريض وفاتح معده داير عمليه، وليت كنا انا مريض ما كنخدم ما والو، كنطلب شي محسنين ولا هذا يساعدوني في شي اله نخدم نجيب لها الوليد، عاد الجبنيات وهذا الوليد نجيب لهم العيش ديالهم، شي موطور ولا تريبورتور. ودوزنا من واحد يصيفطك لواحد، خاصو تقريبا الشبكه للراس يد، شوف داك عروق ديال الهضره وديال انا ماشي، خاص الطبه اللي غدني، واني راه خاصك جاه فلوس من ما عنديش. انا واحد دابا في العيش، يقول خاصك تمشي لميريز، يقول الاخر يقول لك خاص السويسي، و باغي الفلوس، وحنا ما عنديش، كون كانوا فلوس نعطي عليه الفلوس، كون نخسر عليه. انا دابا حياتي خاسر على ولدي، والعار عايبقى دابا انا في عمري 60 عام، وما لا لانتريت، لا ما بقاش من نمشي لشي خدمه، ما كيخدمونيش، اللي يخدم لي هو تريبورتور، نمشي نذكريات وهادي، ونجي للوليد ونجيب لي ما ياكلون. حتى الخت انا تسلط عليه واحد السيد، هزني بطوموبيل واحد المره، راه كان ما مخدمش يلاه عنده شي شهرين دابا باش نخدم، وهو اللي خسر عليه واحد شي 60 ألف ريال، يلاه يخلصوا والله يصلح لي الوليدات، والله واحد المحسن مسكين هزني من الطريق انا وياه، وقال لي مالو هذا وكيفاش خاصك داوي خاصك هذا، قلت لي ما عندي والو باش انا راه ما خدام ولا مقابلوه، هو كنخرج به للجامع، كنوقف قدام الجامع كيتعاونوا معايا الناس شويه. لي كوش هذا كاين بعض المرات عشرات لي كوشات في النهار، عاد العيش ديالو عاد. وانا باغي لو كان شي اله ولا بحال كان تريبورتور الكريات وهذا، نجيب لهم العيش ديالهم. هاد البنيه كتقرا، ما عنديش راميد، ما كتخلصش من المدرسه، الدريه الاخرى شويه رباتها واحد حناها ملي شافتني، ما بقاش عندي الجهه باش نخدم، داتها بقى عندي هاد البنيه وهاد الوليد. دابا امهم كتزعف عياو، هذا كتمشي كنعورط بها ترجع وتمشي، الله يهديها. ودابا كنطلب اليد المساعده انا وهاد الوليد. الطبيب واحد كيقول يقول لك عنده خلال شي، يقول لك هذا، حتى واحد ما يعطيك شي حاجه مهمه، ها واحد يصيفطك الاخر والدواء ما كاينش، ما كيهضرش، ما يدويش، ما يزيد، ما يكحز، محان، شي حاجه ضاره لداخل كيبقى ما تعرفهاش شنو ضارو، كيدويش، كيبقى يتألم بحال كوت. انا كنمشي مره نجيب ليه الماء، مره نجيب ليه هذه، مره هو واحد الحاله معاه، شوف شويه كيشوف. واحد الطبيبه قالت لي العينين ديالو شويه شوف، السمع والو، السمع حيت شحال من حاجه كتقرقب حدا هذا ما يسمعهاش، لا ما يهضرش وما يوقفش، ما يكحز، خاصك تهزيه، خاصك بحال القرعه معاه. لحق واحد عام وشي 3 شهور ولا 4، مزيان كان الحجم ديالو، كان كنقول ليه ابا كيعاود يجي تعلمها ابا، دابا مبقى والو شاخ فيه داك الشيء، والصحة ديالو رقيق، ما حد هو كيرقاق ما، وانا تانا كنا مخمم ليه، دابا بحالنا حنا بجوج، انا باه وهو ولدي، وهذا كبده جرني معاه تانا، مرت عندي الضرر هنا لداخل مع العملية المعدة وهادي، والام ديالو تقهرت ولات كتمشي تغضب ليا، تمشي مرات ترجع مرات تمشي، من كا دابا راه جاية الشهر هادي وهي غضبانة نعورط ونتبع الناس. تقهرت قالت لك انا هذا قهرني، انت شوف الحاله كيفاش داير الحوايج، وشوف شوف الحاله توريك. لا انا خاصني عامل يعاوني يد المساعده بحال كون نجيب لي ما ياكلوا بعدا الدريريه، والدريريه ما ياكلوا ولبسوا لي كوش. الضو ديالي دابا رانا واخد خيط، ياك ما يديو لي المكانه ما بقيتش نقدر نصيب باش نخلص، كنتألم من جهتين، جيت العمال والعيش والمرض، انا مريض، انا واقفها بزز، انا وكنخاف الى نموت ونخلي الدري
من لو كان نصيب مني يد مساعدة ونصيبهم عندهم ما ياكلوا عندهم خالص عليهم ضوء خالص عليهم كل شيء وترويض وشلة لهالوليد وخا نموت موت هاني دابا تموت وتبقى كاين اللي راه كيموت على خاطرو كاين اللي كيموت معذب كيخلي ولادو كيتعذبوا الله وراه نطلب يد المساعدة من المحسنين وبلادنا زعما مزينة مشرفة يد المساعدة وهذا عندهم أجر معنا ماشي على ولدي ولا حتى كاع هادو اللي بحال كيوكا أنا نقدر نكون نتش شوية أنا نعاون فيهم حيت هادو ملائكة الله إلا تهلينا فيهم راه الشتا وداكشي ربي غادي يعطينا كلشي خصنا خوت حنا مغاربة راه خوت ماشي نتهلاو بعضياتنا وهذا وما كاين على الموت ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ايام 24 عيونكم التي لا تنام.